معنا أم عزام من السعودية، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. عندي سؤال خارج البرنامج. نعم تفضلي. عندي لما في السودان بصلي العشاء، بصلي الشفع والوتر. لما جيت السعودية عندي سنتين وشهرين بصلي بس العشاء. ما بصلي الشفع والوتر. عايز أعرف يعني. كيف ما بتصليون خالص ولا مع العشاء ولا بعد ذاك؟ لا والله لا بعد العشاء لا بعد ذاك. أيوة. كويس. نعم. هي طبعا هي نداء الشفع والوتر. الشفع لهم رقعتين بعد العشاء، والوتر هو العدد اللي ما بيقبل القسم عليه اثنين، ركعة وتر، ثلاثة وتر، خمسة وتر وكذي. وبنت النبي قالت انها بتصلي العشاء ولا بتصلي الشفع ولا الوتر. وطبعا الشفع سنة والوتر سنة مؤكدة. الوتر من السنة المؤكدات. ايوه. ولذلك طبعا الهند فقهاء الأحناف قالوا الزول ما بيصلي السنن قال يحرم من الشفاعة يوم القيامة. أيوة. لأن السنة يسافى إلى ولا يعاقب تاركة، لكن يحرم من الشفاعة، والحرمة من الشفاعة دي يعني خسارة كبيرة. ولذلك ننصح أختنا عفى الله عما سلف، استغفري، ومن الليلة دي تصلي العشاء، طوالي بعد تصلي الركعتين اللي هم نسميهم الشفع عند المالكية، وتصلي الوتر ركعة واحدة أو ثلاثة ركعات وترقد تنوم. أي من الليلة دي استغفر عما عفى الله عن الفات، من الليلة دي تصلي واظب عليه صلاة السنن. والسنن دي عندها ميزات. أول حاجة زيادة حسنات وامتثال لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة كما ورد في الحديث ترجع لنا الفرائض. الزول مشاكل الدنيا كثيرة، ممكن يوم من الأيام نسى ما صلى له فريضة، كان سرحان في الفريضة دي كده كالفتى، أن يبقى هنا ده السنن تجي ترجع الفرائض. نعم نعم.